تريد أن أخبر التي تعيشونها ومنها البطالة والفقر والحرمان التشريد والمنفى في الداخل والخارج المعاناة من الظلم والخوف والقهر والقمع يا أبناء تونس لقد شتتونا حتى يستفردوا بنا واحدا واحدا فالوحدة الوحدة والنصرة النصرة يا أبناء تونس نرفع أصواتنا لكم وإلى السلطة التونسية أننا مع انتفاضة ضحايا البطالة والجوع والتهميش والظلم والقهر وأننا ضد عصابة الفساد والنهب والظلم والقمع والديكتاتورية وأنه لا يليق بأي تونسي أن لا يتحرك ضد ما يقع اليوم في تونس من فظاعات وأن تونس في حاجة إلى كل أبنائها وإلى حلول جذرية لا إلى مساحيق ودر الرماد ونتوجه إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية في تونس وخارجها لتتبع انتهاكات النظام التونسي والعمل على إطلاق سراح كل المعتقلين وإلى الجهات الخارجية حتى تخرج عن صمتها وترفع غطائها لنظام الفساد والديكتاتورية في بلادنا وإلى العرب وأحرار العالم أن يؤازروا انتفاضة شعبنا والله أكبر فوق كل كبير الله أكبر الله أكبر التشغيل استحقاق يا عصابة السراق 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 حريات حريات لا رئاسة مدى الحياة 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 لا توريث لا تمديد كل ناسيدي بوزيد 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 البلاد حرة ترمسي على برة 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 البلاد حرة كرامة وطنية شغل حرية كرامة وطنية شغل حرية كرامة حرية كرامة وطنية التشغيل استحقاق